يا مرحبا، السلام عليكم، كيف الأحوال؟ أنا في نادي صغير للتزحلق بس على سكي، كنت ماشي من هنا وحبيت أتصور بس ما فيش حد يتزحلق، ما فيش حد يتزحلق ذا الحين. أنا أقول بالدراجات الهوائية ولا هذا السكي حقهم اللي يزحلقوا عليها، مش انا عارف ايش اسمها. اياها حبيت اشارككم معي اللحظة. شكرا جزيلا لكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة. اجواء ولا اروع، سبحان الله. الشتاء في كندا ما شاء الله، هذا السنة الشتاء في كندا يعني خفيف، ما قد زرش ولا سنة الأولى هذا الأيام وإحنا في الثلوج. يا الله، ما كانت أول سنة مرت عليك وصلت على الثلوج، يعني مش بداية أول ما وصلت، يعني بداية بعد ما وصلت بشهر ونص هكذا والثلوج نزلت، كانت في بداية ديسمبر تقريبا، كان الثلوج من ديسمبر. الآن إحنا في نص يناير هذا السنة والثلوج ما فيش، سبحان الله، بس برد وبرد برد خفيف. نعم، أجواء رائعة. طبعا الأصحاب الذي بيحبوا يشاهدوا فلوقاتي والأصدقاء أنا بندي فلوقات عفوية، ما بنديهاش يعني من أحضر لها ولا أعملها، يعني مجرد ما أوصل أي مكان حالي ممتع جميل هكذا أصور فيه. يا أخي نعطي نبذة عن كندا، عن المدينة اللي أنا عايش فيها، ويا ريت الذي عجبه الفيديو لا ينسى ما يعمل لي اشتراك في القناة، يعني مجرد هكذا دعم للقناة لأن عاد أنا بادئ فيها. شكرا جزيلا لكم، أتمنى ألقاكم في فلوقات قادمة إن شاء الله ممتعة مشوقة، بس بنتعلم في اليوتيوب وشوية شوية. برضو مع بنتي قناة أنا فيها ريهام أند سوبر دادي، بحط لكم الرابط تحت في الديسكريبشن، يا ريت تدخلوا القناة الرابط هذا وتشتركوا في قناة بنتي. لا تنسوا ما تشتركوا في قناة بنتي. يلا شكرا لكم، نلقاكم في فلوقات قادمة، مع السلامة. وهذا الفيديو